تحياتي. بما ان بفترة التوقف الدولي وبما ان بالفترة اللي كشفت فيها معظم منتخبات كأس العالم عن قميصها اللي حتشارك فيه بكأس العالم، لفت الانتباه بهاي اللحظة انه ولا منتخب عليه طبعا معلن، ما فيش عمرنا شفنا منتخب عليه هون اسم شركة او فهم. شو السبب؟ السبب الرئيسي في الموضوع انه فيفا والاتحاد الاوروبي بالتحديد اول ما بدأت التجارة تدخل على كرة القدم حطوا قانون واضح ممنوع يكون في اي معلن على القميص، وهذا الموضوع له اهدافه. وحتى اتفقوا على انه اسم الشركة المصنعة نايكي اديداس امبرو من وبوما وكل هاي الشركات لها مساحة معينة ممنوع تزيدها عشان ما تبالغ. اذا شو كانت فكرة فيفا او الاتحاد الاوروبي؟ في الفكرة الأساسية الأولى اللي هي الفكرة التجارية، وهي فكرة إنه هم ما بيبيعوش راعي، يعني مش زي الدوري الإسباني بيبيع راعي، لكن هو بيبيعوا راعي حصري بمعنى الكلمة، حتى على مستوى إذا هم بيبيعوا مشروب معين ممنوع تشرب غيره جوا الملعب. وبالتالي قال لك إحنا إذا رحنا جبنا راعي ودفعناه مئات الملايين أعلى من القيمة الطبيعية مقابل الحصرية المطلقة هاي اللي حتى الأندية ما بتطبقها، شو لازم نعمل؟ لازم حتى نمنع إنه تروح المنافسين لإلهم يروحوا يرعوا منتخبات ثانية. يعني تخيلوا مثلاً أديداس هي راعية كأس العالم، تروح نايكي مغطي هون نايكي 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 في كأس العالم من أهم المنتخبات، ولا كأنه في فائدة لرعاية أديداس. هذا الجزء الأول اللي هو الجزء التجاري. الجزء الثاني بتعلق بشيء مهم، يعني حتى بدون فيفا والاتحاد الأوروبي لو أنا رئيس اتحاد مش حقبل، هي مسألة الوطنية. المنتخب هو يمثل وطن، وقميص المنتخب يشبه العلم تقريبا، يعني فعليا هو العلم. أنا عم نحكي هذا لا يحترم قميص منتخب بلاده، وبالتالي عمرك شفت علم دولة عليه كوكاكولا أو بيبسي أو هاي الشركات؟ لا طبعا. وبالتالي بتصير تحس إنه فيها نوع من التناقض، أنت بتمثل وطنك وعليك شعار تجاري. الآن شو عملت الاتحادات عشان تهرب من هذا المسألة، مسألة الوطنية في أرض الملعب ومسألة قوانين الاتحاد الأوروبي؟ عملوا شيء اسمه القميص تاع الجمهور. وبالتالي بنلقى بعض الدول بعض المنتخبات لو تروح تشتري قميصها من المتاجر حتلقى فيه قميصين، في واحد بدون إعلان، في واحد تلقى عليه اسم الشركات الراعية لاتحاد هذه الدولة، لكنه قميص لا يرتدى في الملعب. ممكن تشوف بعض اللاعبين بيلعبوه بالتدريبات أو لا أكثر، لكن زي ما حكيت قانون فيفا قانون الاتحاد الأوروبي بيمنع أي قميص عليه إعلان تجاري لمنتخب وطني في بطولاته الرسمية وفي الطرق اللي بتأدي لبطولاته الرسمية ما في ذلك التصفيات. وبالتالي لم يعد هناك أي أهمية أنك تدفع مئات الملايين عشان ترعى منتخب فقط عشان مباراة أو مباراتين وديات، بس لقيوا له حل بديل زي ما حكيت في القميص الثاني أو النسخة الثانية للقميص اللي هي تباع فقط في المتاجر للجماهير أو بيرتدوها اللاعبين في التدريبات لا أكثر ولا أقل.